إذن الأبواب عندنا أربع أبواب. أول شيء الغلو في الصالحين هو سبب الكفر قديما وحديثا. كيف؟ أول شيء حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ماذا صنعوا؟ صنعوا أشياء هي في الحقيقة بدعة، لكن معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. القصد صحيح لكن الطريق خطأ. الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية ما هي؟ محبة الصالحين. الوسيلة صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. كيف نحب الصالحين؟ وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يجلس نائم في الدرس متكئ يلعب في التليفون ولا يدري عن شيء حتى ينتهي الدرس. إذا انتهى الدرس قال وين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أحب الشيخ، أريد أقبل رأس الشيخ. طيب محبة الصالحين ليست بالتقبيل. يعني هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن عبادي حفظه الله وأمد في عمري على طاعته، يعني هل هو جاء الآن ويدرس درس يومي ودرس كتب السنة من أجل أن تقبل رأسه؟ لا. تدعو للغداء والعشاء؟ لا. إيش يريد منك؟ تأخذ العلم، تتعلم، تعمل، تدعو، تذب عنه، تدعو له في ظهر الغيب، صح؟ هذه المحبة الحقيقية. أما المحبة بالقيام وبتقبيل الأيدي والأرجل هذه ليست محبة حقيقية. إذا لابد أن نتوسط في محبة الصالحين. ننظر كيف كان السلف الصالح يصنع، لكن لا إفراط ولا تفريط. ليس معنى هذا أن تناديه تقول يا فلان للشيخ، لا. حتى يقول العلماء رحمهم الله أنه لا يصح أن تقول للشيخ يا شيخ، خطأ. ايش تقول؟ ماذا تقول يا شيخنا؟ تعترف له بالفضل، صح ام لا؟ اما يا فلان ما يصح. اما غلو في التقبيل والتمسح والركوع، واما سب وشتم. الثاني